هذا يقول إني حججت أنا وزوجتي متمتعين منذ 10 سنوات، وذبحت عن نفسي هدي التمتع ولم أذبح عن زوجتي، فما يلزمني أنا وزوجتي؟ إن كنت واجد، إن كانت زوجك واجدة للنقود ثمن الهدي، أو أنت تساعدها تدفع، فتشرون الآن وتذبحونه قضاء، يكون قضاء، تذبحونه في مكة وتوزعونه على الفقراء ويكون قضاء لما فات. وإن كنتم لا تستطيعون فإنها تصوم، تصوم 10 أيام، المرأة تصوم 10 أيام بدل الذبيحة. نعم.